رجعت معكم مشاهدينا صار وقت ايت سمارت ومع اليوم رندا فهد. صباح الخير. صباح النور تينا. كيفك اليوم رندا؟ كثير غير الركض بركض. كثير نشطة فينا نقول. اليوم كنت عم بتحضري اكيد موضوع اليوم اللي هو الاكل بالمكاتب. بحكينا شوي الصبح قد ايه صعب على بعض الاشخاص اللي عندهم وظايف وما عندهم يمكن هاللوكس انه ياخذوا اكل مطبوخ مثل ما الواحد ياكل ببيته. بتتذكري تينا كنت معك هذيك الاسبوع وقت حكينا، لانه ذكر انت قلت اوف وقلنا انه اوقات واحد بالاوفيسز بيتناول اكل هو ما حسب له حساب بشكل انه بيزيد أكيد. اكله 1300 كالوري بالنهار، وحسين انه هذا رقم كثير كبير. قبل ما نبدا موضوعنا بدنا نذكر برقم التليفون اذا عندكم اي سؤال لرندا فيكم تتصلوا فينا على 04 444 444. وبدنا نذكركم كمان انه اليوم في رابح، مش أكيد. هيك؟ اكيد لمسابقه باري لايت. خلينا نذكر بالسؤال شو كان؟ كان السؤال تينا اي في فركتوز اكثر، هل هو الخوخ ام المشمش؟ والجواب المضبوط هو الخوخ مثل ما اكثر المشاهدين عرفوا. وحزرتي كمان انت اليوم انه في رابح، مش رابح الرابح عندنا اسمه ميلاد بشاره اللي فيه يتصل على مطابخ باري لايت لياخذ ماكولات ليومين كاملين. اذا كان ضعيف فينا ننصحه، اذا ناصح فينا نضعفه، اذا عنده حيلا حاله كمان مرضيه اكيد فينا نساعده بالاكل. واليوم من هلا بلشنا الكومبيتيشن الجديده لباري لايت، كومبيتيشن الاسبوع اللي هي اي اكثر في تريبتوفان. هل هو الكوسه او الباذنجان؟ شو التريبتوفان؟ التريبتوفان بس لنذكر تينا انه هي ماده موجوده بالاكل، المفروض تكون موجوده بجسمنا ولكن نحن بنتناولها، هي اللي بتخلي ارتفاع السيروتونين بالدماغ اللي هو الهرمون 100% الهرمون اللي بيريح. فبننتبه انه حتى لو اوقات واحد في يفكر بالشوكولا هون او في يفكر بالخبز او بالمعكرونه، بس كمان فكروا ب او الكوسه او الباذنجان، وحده منهم فيها تريبتوفان اكثر. اكيد المشاهدين رح يقدروا يجاوبوا على الفيسبوك بيجز ام تي في الايف او ار دي اف رندا دنيا فهد او باري لايت هيلث سنتر. وين كمان بنلاقي تريبتوفان؟ بنلاقي تريبتوفان بعده ماكولات، الخضره وفواكه يعني؟ بالفواكه اكيد، بالخضره مشان هيك بدنا نشوف، ولكن هي كمان بتكون اكثر بالدجاج فينا نلاقي تريبتوفان. فنحن بنرجع بنحكي على موضوع على طول عم نقوله تشكيل قديش هو مهم. حلو. عندنا خبرية قبل ما نبلش الموضوع، كمان خبريتنا كثير مهضومة لأنه لها علاقة بأجواءنا. أجواءنا شو هالأيام؟ أجواء الفوتبول أكيد. فالفوتبول هي من الأجواء الشيء كثير حلو اللي هو عن جد بتجمع أصدقاء، بتجمع عيال، بتلهي عن أشياء تانية، فيها فرح يعني. تحضر الجيم فوتبول أنا بحسه مع العائلة أو مع الأصدقاء شغلة كثير مهضومة. هلا ومن ورا هيك ابحاث جديده انعملت، هلا نحن اللي عم يلعبوا فوتبول هول الاثليتس عارفين انه صحتهم بتجنن يعني، ولكن عملت دراسه على اشخاص هن بين عمر ال 55 و 70 سنه، وهول الاشخاص كانوا معرضين لمرض السكري تايب 2 دايبيتس، وهول الاشخاص فاتوا ببروجرام فانقسموا قسمين بين رجال ونساء، قسم منهم كان عم ينعطى نصائح غذائيه، القسم الثاني انعطى نصائح غذائيه وعملوا فوتبول مرتين بالاسبوع مده ساعه كل مره. اوكي. وبعد 16 اسبوع تبين انه الاشخاص اللي هن مع النصائح الغذائيه ولا بالفوتبول قدروا يضعفوا 2 كيلو فات اكثر من الثانيين دهن، وقدروا يزيدوا كيلو عضل. عم نحكي عن اشخاص بين 55 و 70 سنه. مش قليل. 100%. وخفت أمراض الكوليسترول بنسبة 50%، وخفت مشاكل السكري تايب 2. حلو. فإذا عن جد دراسة كتير مهضومة، والأهضم أنه بكل هالفترة ما كان في أي إنجريز يعني، لأن تعرفي بهالأعمار نحن كمان منخاف أنه يصير في معرضين أكتر، معرضين لكسرات أما شعر أما حيلا شيء أوجاع ظهر فينا، فهيدا كله ما كان موجود. حلوة هالفكرة. فتجي يعني هيك مشجع الأشخاص اللي بعد عمر ما، مش غلط إنه يرجعوا يبلشوا رياضة، يمكن كانوا يحبوها على صغر وبطلوا يمارسوها. فليش لا، أكيد مستوى يناسبهم ويناسب جسمهم بهالعمر. 100%. حلو.
موضوعنا لكينا السناكس ان ذا اوفيس، في يكونوا سناكس فيهم يستبدلوا وجبه كمان 100%. تينا شو بدي رح اعمل؟ اليوم رح نحكي على هالسناكس اللي نحن بدنا نعلم كيف نقدر نحضرهم ويكونوا مهضومين تغيير شكل شوي، ومن بعدها رح اعطي نصائح لاشياء اهين بكثير واشياء اصعب وكيف في واحد ياكل اكل او في ياخذ سناكس. رح بلش بي انا اول سناك هون. اول سناك اذا نحن بدنا نشوفها وما تستغربوا شو هي، هي البيس تبع الاساس هو الديتس اما البلح، وهيدي هي التمر، كراميل التمر. فنحن كيف بدنا نعمل كراميل معمول من التمر؟ يعني ما في ابدا ابدا سكر. اللي هو رح نجيب تمر مثل ما شايفين هون 8 حبات من التمر بياخذوا كبايه مي كامله. فنحن بدنا نكون عم نطحن، اكيد بدنا نشيل الحبه منهم، نكون عم نطحنهم مع ربع كميه المي. نحن وعم نطحن كل شوي بدنا نزيد لهم شوية مي ليكون عندهم سماكة مثل سماكة تصير العسل. فهيدا وقت نعمل هالكراميل هيدا اللي رح يطلع معنا اللي موجود بإيدي، ما عارفة أي كاميرا عم تفرجي هيدا. فإذا سو سائل ولكن سميك. اكزاكتلي. هلا هيدا الكراميل أنا شو عم بعمل فيه؟ رح جيب معه لبنة. فاذا هون في يجيب كريم تشيز مثل ما انت شايفه هون اللايت، فاذا هون الجبنه المرغ، او في يجيب لبنه. فهون جبنا كوب من اللبنه او الجبنه ومزجنا مع هيدي الكميه اللي طلعت لنا. يعني بدك تنتبهي تينا كمان 8 حبات تمر ما رح يطلع لي اكثر من هالكميه اللي انتم شايفينها. فمزجناها معهم، بعدين جبنا المكسرات. برجع بذكركم انا المكسرات دائما بجيبها نيه وبحمصها انا، وكثير كثير هين انه تكون عم تتحمص. فاذا هون فينا نجيب اللوز، فينا نجيب البندق، بيلبق لها كثير بندق هيدي، وبنكون كمان عم نكسرهم ونحط ملعقتين كبار فيهم. فاذا نحن حطينا هول التمرات، هي كثير هينه اللي عملناها، مسكنا الملعقتين من البندق وحطين كسرناهم بعد ما حمصناهم وحطيناهم عليهم وخلطناهم. بعد ما نحن خلطناهم رح يطلع عنا هيدا المزيج اللي رح حطه أنا قدامي. هلا هيدا المزيج هو مزيج تينا من الشيء اللي بيحتوي بروتين الأكل اللي عم نحكي هون، اللبنة أما الجبنة اللي حكينا عنها. هيدا المزيج بيحتوي على السكر ولكن سكر الطبيعي. فهون نحن بنص النهار أو بعد الظهر بتحسي بالأوفيس بنحوس بيجي عبالنا ناكل شيء حلو 100%. فهيدا فينا نكون حاطينه بالبراد في ضايلنا لمدة 3 أيام. نحن نكون عم نجيب كمان هون الفواكه. ففينا نجيب التفاح مثل ما شايفين هون، إذا عم تلاحظي قطعنا التفاح، فينا نقطعه بالطريقة اللي بدنا. هلا أنا دايما بنصح إنه التفاحة تكون عم تتقطع شيء بين 6 لـ 8 قطع لـ 12 قطعة إذا بدكم، وهيك بكون عم ناخذ دب منها. فبتكون عم نغطس التفاح باللبنة أما الجبنة اللي هي عطتنا البروتين وبطعم السكر اللي عطانا اياه التمر. فينا نستبدل كمان باللبن اذا بدنا؟ فينا. هلا اللبن بيصير ارخى لانه ما تنسي تينا لانه احنا وقت عم نحط هالسيرب اما الكراميل شوي رخيصه، مشان هيك بيصير كثير رخو. واللبن رح نعمل له ريسبيس ثانيين على كل حال. هلا هيدي الكميه اللي انا حكيت عنها هي رح تعطي 8 بورشنز، كل بورشن هي 4 ملاعق كبار. اذا نحن كل ما عم نحط هيدي البورشن اللي هي 4 ملاعق كبار، البورشن اللي حاطينها قدامنا بتحتوي على 160 وحده حراريه، يعني مع التفاحه الصغيره صرنا عم نحكي 200 وحده حراريه. سناك عن جد كامله، عن جد شبعتنا، عطتنا طعمه السكر وطعمه البروتين، بتحتوي على 6.91 جرام من البروتينات. وبتحتوي على 10 جرامات من النشويات. سو لبنه او جبنه كريم كريم تشيز، 9 تمرات فينا نقول تقريبا 8 تمرات، ملعقتين من المكسرات وتفاح وحتى حيلا فواكه نحن بدنا ناكلها. فهيدي وما ننسى اكيد مي، لانه نحن التمر اللي عملناه كراميل استعملناه بدنا نطحنهم. واكيد هيدي للاشخاص اللي بيحبوا الحلو. يمكن في اشخاص بيرغبوا الحلو بعد الظهر، مظبوط، ففيهم يتناولوا هالكيس 100%. هلا هتلا نحكي على الاشخاص اللي بيرغبوا المالح. مالح فاللي بيرغبوا المالح اذا بتشوفوا هون عاملين شيبس.
اوكي. هذا الشيبس معمول من الزوكيني اما من الكوسا. فاول شيء هون عملنا تشيبس ما حطينا فيه النشويات ابدا، حطينا فيه ماده التريبتوفان اللي هي رح تريح لنا دماغنا. طيب شو عملنا هون؟ مثل ما شايفين اهم شيء بقضيه التشيبس تينا هو انه نكون عم نقصقص الاشياء بطريقه كثير كثير رفيعه. رفيعه اكيد. فقصقصنا الكوسه بطريقه رفيعه. شو بتحتاج هيدي هون؟ نحن حاطين ملعقه كبيره من الملح خلطناها فيها، حاطين ملعقه صغيره من البهار حتى يعطي طعمه، حاطين ملعقه صغيره من زيت الزيتون، ملعقه صغيره ما احتاجوا اكثر. ملعقه صغيره بس. خلطناها فيهم، حطينا ملعقتين صغار من الابل فينيجر، حاطين خل التفاح. خل التفاح لانه بدنا تشيبس على خل كمان تينا، مش حيلا تشيبس نحن عم نعمله. له نكهه 100%. وحاطين هون كمان الغريب، حاطين القرفه اللي هي القرفة بتلبق للحلو بس بهالتشيبس حتى شوي رخي طعمة أو الحدية تبع الخل. حطيت هون السينمون أما القرفة. فنحن بنخلطهم كلهم مع بعضهم، بنحطهم على صينية إذا بدك حتى ما يعلقوا بنحط الورقة البارشمنت بيبر أما ورقة زبدة. الزبدة وبنكون عم نحطهم بالفرن على نار كتير خفيفة. هلأ بدهم ينطبخوا إذا الفرن كان عن جد حامي، أما فرن الكهرباء أنا بستعمل ما بدهم أكثر من 10 دقايق بيكونوا انعملوا. فكمان طريقة كتير سريعة بداينو يمكن البطاطا. هلأ بداينو ولكن ما كتير بيصيروا بقرقشوا تينا. أكيد. فهون إذا بدي إياها تكون أكتر عم تقرقش بدها تكون عم نعملها طازة. فهيدي فيها تتحضر عشية، منا غلط أبدا. شو الكالوريز شو عم ناخد هون؟ عم ناخد هون الكبيتين، يعني كل اللي شيء كل اللي شايفينهم هون. عطيوني 44 وحدة حرارية بس؟ أكيد. ما كم كوسية في شيء؟ 4 كوسيات؟ مزبوط مزبوط. بحسب كبر الكوسة هولي 3 كوسيات، لأنه ما رح نقدر ناكلهم سناك وحدة. في ناس بياكلون سناك وحدة، في ناس لا، بس انه هون عم نحكي على الاربع كمية كبيرة تنعطي 100%. 2 كابس هون منهم عطى 2.22 جرام من الفات، عطى جرام فاصلة 68 من الالياف، وكمان بس 5 جرامات من النشويات. مهضومة. فبكون اكلتي شيء مالح، اكلتي تشيبس. تنعمل بغير خضرة غير الكوسة أكيد كمان؟ اكيد اكيد تينا. مش هيك هلا هلا اللي بتشوف الدارج كمان عم تنعمل بشمندر، فشمندر اذا في جزر كبير. كل ما نحن كان جبناها كبيره وقصيناها كثير ناعم، كل ما هي قدرنا نعمل فيها التشيبس. كثير موضوعي فكره. عم نعمل تشيبس بالكيل كمان. بالكيل. خلينا نتركها هيدي لريسيبي ثانيه وبدنا ننتبه. هلا من هون تينا بدي كمان احكي انه بينما التشيبس اللي انتم عم تشتروا اذا كان على كوسه او كيل او الى اخره، بليز بدنا نقرا، فيكون كميه الزيت فيه كثير عاليه، فيكون حتى لو بقولوا انه مشوي 100%. حتى لو هو مشوي. هلا اذا هو بقولوا مشوي ولكن تطلعي في كتير دهون. مزبوط. هلا فيها تكون دهون لكن مشوية وهي بتكون احسن من لو كانت مقلية، ولكن كمان واحد اذا عم ينتبه لقديش هو عم ياكل بده ينتبه كمان للكميات، فيها الكيس تكون كتير كبيرة. ينتبه قد عم ياكل. تينا بعد عنا وقت شوي. فهون انا عطيت امثله من السناكس، ولكن اللي بدي اقوله من الاشياء اللي كثير كثير بتشبع وبنصح انه تكون موجوده بالاوفيس هن المكسرات. ففي واحد ياخذ كمشه من اللوز يكون حاططها عنده بالاوفيس. اوقات انا بقول للاشخاص خذوا 12 لوزه او 24 حسب الشخص هون كيف بكون مقسمت له السناك تبعه. حسب هو شو بحب ياكل الى اخره. ولكن في عالم بحسوا انه عطتنا 12 لوزة بدنا ناكلهم هلا، انه لا بدي اقول انه مش واجب ابدا. وحسينا انه هلا 4 شبعونا، بعد شوي بناكل 4 كمان فينا نكون عم نتناولهم. يعني كمان نضلنا عم نتسمع على جسمنا 100%. وتينا اللوز من الاشياء اللي هي كثير بتشبع. ففينا نستعملها للشبع كما وانه فينا نستعمل اللبن. الاسبوع الجاي رح احكي عن سناكس ثانيين تبعوا الليل، فينا كمان نعطي اكزامبلز. ثانك يو رندا، معلومات مفيده. انا اكيد الاشخاص عم بيحضرونا استفادوا، وفيكم ترجعوا تأيدوا كيف حضرت كل وحده من هالسناكس اليوم اذا بترجعوا تحضروا الحلقه بكاملها على mtv.com.lb. كمان بحطهم تينا انا بعد يومين على صفحتي وعلى الانستا رندا دنيا فهد. رح ناخذ وقفه ومكافين.